وفم الزمان تبسم وسناء الروح والملأ الملائكة. مشاهدي بوابة مغاربة العالم إميغوفان كات، السلام عليكم. اليوم حضر معنا واحد الفنانة مغربية راقية مميزة، ومنين نقولوا راقية خصنا نستر عليها. معنا الفنانة الغناء الملتزم حنان محمد. حنان مرحبا بك، ممكن بطاقة تعريفية سريعة على حنان محمد شكون هي؟ أولا شكرا على الاستضافة. حنان محمد هي منشدة أو فنانة ملتزمة، تقدم كل ما هو فني هادف يخدم أي رسالة تكون اجتماعية أو دينية أو أي شيء من هذا القبيل، فهذا هو التعريف. هي من مواليد مدينة فاس، متزوجة وأم لأربعة أطفال. شقيت الميدان ديالي هذه تقريبا سنتين اللي ظهرت في الساحة كفنانة ملتزمة. كيف كانت بداية حنان محمد في الإنشاد؟ هي باش صح كلمة الإنشاد، هي ماشي إنشاد، هي فن ملتزم عموما، لأن ما كنبغيش نلخص راسي في إنشاد فقط. بداية حنان كانت بفن، يعني بدايات من صغار ديالي، يعني غنيت كل الألوان الطربية من أم كلثوم لعبد الوهاب لعزيزة جلال، كل الألوان الغنائية، ومع الوقت يعني اتجهت للفن الملتزم ولقيت راسي فيه أكثر. الفنانة حنان كتصنفي راسك من بين الفنانين تاع الجيل المعاصر ولا كتخاطبي أجيال أخرى؟ هي الكلمة الجميلة كتخاطب جميع الأجيال، يعني هي كنحاول نقدم فن هادف وكلمات جميلة بموسيقى عصرية بتوزيع جميل اللي يقدر يوصل للناس بسهولة ويعطيهم واحد الفرصة باش يتفكروا في قضية أو مسألة معينة. فأنا ما كنوصف، ما كنعطيش واحد الجل، ما كان كما غنقولوا ما كان الفن ديالي يعني يقدروا يسمعوا أي واحد، يعني طالما هو يكون مهتم بأي حاجة هادفة ورسالة جميلة. هل تعتقد الفنانة حنان أن الفن العربي الملتزم طبعا في أوفون؟ يعني يعني مسألة الفن الملتزم هو كاين، يعني عنده واحد الأفق، يعني والناس رجعوا كيهتموا أكثر شيء وسط هذا الصخب الكبير ديال الأغاني اللي كدوز مرور الكرام، أغاني ما لا يعني لا مستوى لها مع احترامي للجميع، ولكن يعني أصبح الجمهور كيقلب على كلمة هادفة جميلة باش يوصلها الناس. في هذه الفترة عندك شي تعاون مع شعراء ولا ملحنين مغاربة؟ هي عندي أعمال إن شاء الله غادي تخرج قريبا. أول حاجة يعني اللي خرج هو قمر سيدنا النبي، ومن هذا المنبر كنشكر يعني الجمهور المغربي والجمهور العربي اللي يعني عجبته الاغنيه بزاف وطلبوا مني اكثر. فعندي اغنيه راها تدور تحضر هذا الشهر ان شاء الله غتوجد، هي اخرتها اش، فاغنيه كتحدث على هادشي اللي كيوقع، يعني مساله ضد كل ما هو حرب، ما هو دمار. فنتمنى طرق الناس، نتمنى تعجبهم، يعني لانني اللي كيجا مني يعني كنفضل دائما الراي الجميل والراي الصائب، يعني اللي يقدر ينتقدني ماشي يعطيني فقط مجامله. فالحمد لله يعني الناس كيقولوا بدون مجامله صوت جميل، والحمد لله يعني هذه من عند الله سبحانه وتعالى. ونتمنى ان شاء الله نقدم اجمل احسن ما عندي ونعطي احسن ما عندي للجمهور. على ذكر بدون مجامله، فبدون مجامله كنقول لك انك فنانه راقيه وكنحييك على هذا الاناقه اليوم جيتي زوينة. شكرا للحضور ديالك معنا، شكرا على هذه الجلسة. ميرسي. شكرا لذوقك الجميل، وشكرا على هذه الكلمة الجميلة والكلمة الطيبة في حقي، للي خطيكم للي خطي الجمهور المغربي والجمهور العربي، وإن شاء الله نتمنى نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. شكرا.